ما حقيقة الحديث عن انقطاع الانترنت في لبنان؟ وزير الاتصالات يوضح في اتصال مع الاو تي في. هو من شي اسبوع او من شي 10 ايام بلغ مصرف لبنان المالية انه هو ما بقى رح يحول على 1005، ونحن الاسبوع الماضي باخره حولنا تحويل 443,000 دولار لبرا، انما تحول هو على سعر صيرفة. موضوع انه رح ينقطع الانترنت منه دقيق ومنه صحيح، لانه هي الوسيلة متاحة لنا انه نحول على سعر الصيرفة، انما هيدي بتتطلب اجراءات بمجلس النواب وقوانين ومراسيم جديدة، لانه رح يزيد الصرف بطبيعة الحال. انا اليوم تواصلت مع حاكم مصرف لبنان وقال لي انه لا رح تتدبر، نحن بعد عنا حوالي 700,000 دولار بدها تتم من اجيره قبل اخر السنة، وان الله راد هيدي رح نمشيها، وكن هلا لوقتها بنكون نحن بدنا قدرنا دبرنا حالنا. انما فكرة انه ينقطع الانترنت كليا سبق وقلت وبرجع بكرر انه هيدا ما رح يصير بلبنان، ممكن يصير عندنا انقطاع جزئي مرحلة بمناطق معينة، انما انقطاع كلي ما حيصير. لسوء الحظ نحن لبنان عم نعيش كل يوم يومه، يعني جمعة الماضي مين كان عارف انه رح تزيد وتصير 8000 ويطلع الدولار على هالقد 2003 بالنهار، يعني لسوء الحظ نحن عم نضطر ناخذ الامور كل يوم بيومها.